منتخب اخويا الشوط الاول كان شويه ماتش شويه كان مزير شويه. المهم كانوا هجومات ولكن كانوا بجوج مخلوعين يعني في تفريق الاغاني حتى هي ما سهلاش في الاول، ولكن في الشوط الثاني مع تغييرات شويه كذا المنتخب تحسن وجا البيت في اخر وقت، ولكن مزيان لعب مزيان في الشوط الثاني يستاهل. في ظل الغيابات الكثيره اللي كانت عرفتها التشكيله ديال المنتخب الوطني، صراحه حتى واحد ما كان معول على النتيجه ديال اليوم. الحمد لله الاداء كان مقبول نوعا ما، والنتيجه كانت صراحه مفاجاه بالنسبه لي انا وبالنسبه للمجموعه ديال الناس المتتبعين زعما المغاربه. واخا بخصوص المنتخب المغربي انا جابريسي حاجه واحده هي اللعب ديال بوفال، عجبني التكنيك ديالو والستيل حتى الستيل اللي لعبات به المغرب، ستيل ديفونسيف صلاح لافريك ماشي اللعب ديال الاوروب اللي لعبوا كره بشويه كذا، ولكن غوسو مودو كيبقى بوفال هو احسن حاجه في هذا الماتش. شكرا. كان صراحه كارثي في جميع الخطوط، لا الخط الدفاعي كان شويه كان عندنا فاش كيكون لاعب سايس واكرد كنحسوا واحد الاطمئنان في اللاكس ديال الديفونس، مي بارابور الحكيمي ومسينا ما قدموش الاداء اللي كنا كنتسناهم يقدموه اليوم. اولا نقول هنيئا للمنتخب الوطني تفوقه خلال هذه المباراه وحصد النقاط الثلاث، وكما نقول انه خلال اول المباراه الانتصار فيها ويكون انتصارا هاما بالنسبه للاعبين وللمنتخب ككل، وهو مفتاح العبور للدور المقبل. غادي وجا يعني تيكون تردد باقي بين اللاعبين، تيكونوا اللاعبين باقي ما منسجمينش، ولكن الماتش زوين. المهم جبنا ثلاثة نقاط هما الأهم، ونتمناو الدراري يكونوا ينسجموا المقابلة الجاية، واخا اليوم عندهم شوية ديال الديفونس شوية ناقص شوية، ولكن نتمناو الماتش الجاي يكون زوين وإن شاء الله يكون أحسن من هذا، يرجعوا ديك الدراري اللي كانوا مصابين، نتمنى الشفاء للجميع، يرجعوا إن شاء الله ويكون الماتشات زوين إن شاء الله القادم إن شاء الله.